سلمى، تحملت إدارة الخدمات الطبية بالجيش العربي السوري قسطا وفيرا وكبيرا من مسؤولية العلاج لجنودنا وضباطنا الجرحى، تأمين الاحتياجات الصحية، وكانت بحق بحجم هذه المسؤولية عبر الإسعافات والعلاجات والمشاريع الاجتماعية التي قدمتها وستقدمها. معنا الدكتور نزار العميد، الدكتور نزار إسماعيل، كل عام وأنت بخير وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك، كل عام وانتم بخير يا رب. صباح الخير، كل عام وانتم بخير وكل عام وانتم بخير. الإخبارية السورية، اسمحوا لي انتهز هالمناسبة اتوجه لقائد الوطن، قائدنا بالنصر، قائد سوريا، صانع سوريا الجديدة، سوريا الحديثة، سوريا المنتصرة، بهالمناسبة العظيمة اقول له بأحر التهاني والتبريكات، واقول له كل عام وانتم بخير، ولجيشنا المرابط في كل مكان يلي عم يقدم كل شيء اغلى ما عنده، جسمه و دماؤه للدفاع عن الوطن. قولوا لكل أخواننا المقاتلين في كل الجبهات كل عام وأنتم بخير. ولازم كمان ما ننسى أهالي الشهداء اللي قدموا أولادهم بهذه المناسبة، ذكراهم كمان كل عام وأنتم بخير. جميع أهل الشهداء اللي قدموا أغلى ما عندهم، زملائنا الجرحى اللي قدموا أجزاء من جسدهم، بعضهم صار عاجز عن الحركة نهائيا، بعضهم ضحى بجزء من جسمه، كلهم جميعا قدموا أكثر ما قدمنا من بعد أجسامنا كاملة نحن. نعم. الله يشفيهم جميعا وإنهم كل عام وأنتم بخير. طبعا كل عام وأنتم بخير مو بس للجيش، لكل من صمد في هالحرب. أكيد. الإعلاميين، الموظفين، كهرباء، الجميع قدم شهداء، الجميع قدم أجزاء من جسده، جميع عندهم جرحى. بهالمناسبة لجميع الوطن، لأنه صراحة هذا العيد اليوم عيد الوطن، لأنه الجميع قاتل. أكيد. ممكن الجيش كان بشكل مباشر، ولكن كان خلفه الوطن كاملا، فكل عام والوطن كله بخير. كل عام وانت بخير. سيادة العميد، خلينا نبدأ مع حضرتك ونحكي عن دور إدارة الخدمات الطبية وما تقدمه لأبطال الجيش العربي السوري ولجرحاهم ولزويهم، وخصوصا خلال فترة الحرب على سوريا. طبعا الخدمات الطبية كمؤسسة هي مؤسسة خدمية، اسم الخدمات الطبية، وهي مؤسسة تعمل في السلم وفي الحرب بشكل دائم، لا تقف عن العمل. طبعا من خلال شبكة هامة من المشافي العسكرية ممتدة على مساحة القطر بجميع المحافظات، إضافة إلى مراكز طبية نوعية ومستوصفات فينا نقول تغطي جميع مساحة القطر من الجنوب إلى الشمال، من الشرق إلى الغرب. ففي السلم طبعا نحن نقدم خدمات طبية للعسكريين وعائلاتهم وأطفالهم وأسرهم بشكل عام، إضافة لخدمات لبعض المدنيين الراغبين لعلاج عنا. لا يعني هذا الأمر أنه بالحرب تقف هذه الخدمة، لا، نحن بالحرب نستمر في خدمة العائلات والأطفال والأسر إضافة لمهامنا القتالية. طبعا المهام القتالية، خدمات طبية بالحرب مهام كثير هامة وكثير مقدسة. المقاتل لما بيعرف إذا أصيب أو سقط في حدا جاهز أنه يقدم العون الطبي له، رح يكون شجاع أكثر، ما يخاف. بس لما بيفقد هذه الثقة بيكون خايف على نفسه. أكيد. فالخدمات الطبية دورها هام كثير، ومن الساعات الأولى للمعركة قامت إدارة الخدمات الطبية بفضل توجيهات القيادة ورعاية القيادة بمواكبة القوات على جميع الجبهات، مثل ما ذكرنا من خلال المشافي القاعدية، وبالمعارك نفتح شيء اسمه المشافي الميدانية. نعم. تنتشر مع انتشار القوات، سواء لما بلش المعارك من درعا إلى جسر الشغور إلى دير الزور إلى حلب، كل معاركنا كان دائما مشافي الميدانية تواكب القوات. في بعض الأحيان وصل عدد مشافي الميدانية إلى أكثر من 9 مشافي تعمل في نفس الوقت، إضافة إلى المشافي القاعدية اللي هي يعني تقدم الدعم الحياتي الدائم أو المستمر. طبعا دور مشافي الميدانية هي نسميها نحن لدواعي إنقاذ الحياة. صحيح. مهمتها إيقاف مثلا النزف، تدبير إصابة حربية، و منع تهديد الحياة ونقل مباشرة إلى المشافي القاعدية. نعم. يعني دكتور فضل. خلينا نحكي شوي، بما أنه عم نحكي عن المشافي العسكرية، يعني بنعرف أنه المشافي العسكرية بهي الفترة تحملت ضغط كبير من صحيح. جميع المحافظات السورية، وكان صحيح. إحدى المشافي مثل مشفى تشرين العسكري هو جبهة بحد ذاته، جبهة حرب تانية لموقعه يعني اللي تعرض عليه أيضا إدارة الخدمات الطبية الموجودة فيه. طبعا. فكمان يعني كان عبارة عن جبهة مفتوحة، كان في جهد أطباء جهد ضباط، كان في يعني
خلية عمل حربية أيضا خلينا نقول داخل صحيح. المشفى لإنقاذ حياة الجرحى. خلينا نحكي عن دور المشافي العسكرية طيب. اليوم الأساسية الخدمات اللي عم تقدمها للجرحى والمصابين أيضا. هلا طبعا الوصف كتير دقيق بس بدي أعقب تعقيب صغير. في الحروب اعتادت المعارك أن تكون الخدمات الطبية هي خلف القوات بمسافة قد تكون 7 كيلومتر 5 كيلومتر بحيث تقدم الرعاية الطبية بشكل آمن وهادئ. لكن معركتنا اليوم مشافي مع القوات صحيح. بالصف الأول وأحيانا أمامهم أحيانا. وكخير مثال بدي نوه هون لمشفى جسر الشغور. مشفى جسر الشغور كان عم يقاتل كان موجود مع صحيح. القوات. لما صار في عنا يعني تحاصر المشفى ظل محاصر 3 أشهر تقريبا وهو يقاوم. وتصوروا أنه مشفى يقدم خدمات إنسانية. على فكرة المشفى الميداني صحيح اسمه مشفى لخدمة القوات إلا أن جميع مشافينا تقدم الخدمات الطبية لجميع المواطنين بالجوار. صحيح. هلأ نرجع على سؤالك. زهيد خلينا نقول. نعم نرجع على سؤالك. طبعا الخدمات الطبية من إعداد المسبق والتحضير المسبق للمعركة قبل المعركة استطاعت أن تواكب المعركة بدون أي عجز أو أي تقصير. طبعا نحن نعرف كلنا نعرف ليس سر أنه نحن في حصار شديد حصار إنساني أكثر ما هو حصار على الدولة. لما بحاصل أنا الخدمات الطبية بمنع عنا الأجهزة الطبية بمنع عنا الدواء بمنع عنا أي شيء أنا إذا عم بساهم بقتله الصيدلية المركزية تماما أنا عم بساهم بفناء الشعب لأن أنا ما عاد في أنا إذا ما عندي أنا معدات العلاج أنا ما فيني أعالج. لكن صراحة وحقيقة توجيهات القيادة والتخطيط المسبق كان في احتياطي جيد بحيث نحن نبدأ المعركة ونسير بها سنوات بدون أن نعاني من اضطراب أو خلل في المخزون أو في الأداء سواء من حيث التجهيزات أو من حيث المواد الطبية. طبعا لا ننكر دور الأصدقاء اللي ساهموا جدا في رفض مشافينا بالتجهيزات. طبعا الكادر الطبي كادر هو الإنسان هو الأساس. لما بيكون أنا عندي الكادر الطبي مؤهل وكفو أن يقوم بالخدمات الطبية المطلوبة منوطة منه وخاصة في ظرف المعارك اللي هي إصابات نوعية غير إصابات عادية. حادث السير تدبيره كلاسيكي. أما الطلق الناري كل طلق ناري له تدبير مختلف عن طلق عن غير إصابات تمام. العجز اللي عم تصير طبعا إصابات مختلفة. الحربية إصابات تترافق مع عجز هام. ممكن إنسان يسقط على الأرض تدخل ببطن مثلاً أداة حادة فتعمل تمزق. لكن لما يدخل مغزوف ناري شظية أو طلق ناري تكون حجم الأذى أكبر بكثير ويتطلب تداخلات نوعية. فالكادر البشري المؤهل والمدرب والمستعد لهذه المحنة خلينا نسميها أو هذه المواجهة كان ناجح جدا في أداء دوره. وكان حجم الأعمال الطبية اللي تقدمت أنا ما كوني منتبه للمؤسسة أنا إنسان بحكي بحياد كان مميز جدا. حالات كثيرة أعضاء كانت مهددة بالبتر تم عدم بتر العضو والمحافظة عليه. حالات كانت تتهدد أنه بفقدان جزء هام من جسم الإنسان أطباءنا كانوا حريصين على أنه لا يحافظوا على هذا العضو. ففعلا كان دور هام كتير مو بس يعني حتى بس ننوه هون لموضوع كتير هام في المعارك. طبعا احنا معركتنا طويلة هي المعارك النادرة. المعارك في العالم بتكون قصيرة أشهر قليلة أو سنة أما معركتنا طويلة. ففي معركة طويلة يكون دائما اهتمام القيادة أو اهتمام الإدارة أن نقوم بتقديم العلاجات وإسعاف الإنسان واستقرار الحالة. لا لا سوريا ما كانت هيك أبدا. نحن تجاوزنا هذا الأمر. على سبيل المثال معمل أطراف الصناعية معمل أثناء الحرب تم تطويره بشكل يعني بشكل فائق أصبح يوازي ويكافئ معامل الأطراف في أرقى المراكز العالمية. والأطراف اللي عم نركبها للجرحى أطراف متطورة سواء أطراف السفلية فهي أطراف كربونية رياضية أطراف العلوية أطراف إلكترونية ذكية. فنحن ما أنه حولنا أو أجلنا أعمال إلى ما بعد الحرب. نحن نتعامل مع الحدث أثناء الحدث وهذه قدرة كاملة خلينا نسميها وإيمان وخلينا نسميها نحن إصرار على أن نكون الأفضل يعني. نعم.
وهذا اللي كان بدي أسألك عنه سيادة العميد. يعني خلال فترة الحرب مثل ما حكيت الإصابات كانت الحربية متنوعة ويمكن دقيقة، تحتاج أكثر من عمل تدبير جراحي خاص. تدبير تحتاج خاص. تدابير خاصة. بعض الجرحى للأسف يمكن فقدوا مو بس أجزاء، بعضهم فقد الحركة بشكل صحيح. كامل صحيح. هون برز دور الطبيب السوري بالمشافي العسكرية وتعامله النوعي مع هاي الإصابات. حتى كنا نشوف الأصدقاء وغيره كان يجي يطلع على طريقة وكيفية علاج صحيح. بهي المشافي والخبرة اللي اكتسبتوها صحيح. خلال هاي السنوات العمليات النوعية صحيح. هون نحكي عن العملية العمليات الخاصة اللي قمت فيها، إن كان من عجز كامل، إن كان من تبديل أطراف وتطوير هاي المشافي بجميع المحافظات السورية. مشفى نعم. حما من فترة كان كنا عم نشوف برافو. تطوير نرجع قسم الأعضاء والأطراف الخاصة. هلا نحن هون هي موضوع التحدي، خلينا نعم. نسميه نعم. التحدي، أنه نحن كمؤسسة نحن في حرب، ومع ذلك نحن لم نقف عن تطوير القيادة وتوجيهات السيد الرئيس، أن لا نقف عند مستوى. مثل ما تفضلتي، نحن أثناء الحرب قمنا بإنشاء معمل للأطراف الصناعية والعلاج الفيزيائي في مشفى زاهي أزرق بمستوى متطور جدا. قمنا بإنشاء معمل الأطراف الصناعية والعلاج الفيزيائي بمشفى حمل وطني كجناح عسكري. قمنا بتعزيز وتطوير وتحديث معمل الأطراف الصناعية بطرطوس بالمشفى العسكري. قمنا طبعا بالأساس بداية بتطوير معمل الأطراف الصناعية والعلاج الفيزيائي مشفى حاميش، وهذه الأطراف معامل الأربعة. وهلأ حاليا في مشروع لإنشاء معمل أطراف صناعية في حلب، فبتكون سوريا تغطت بشكل كامل بهذه الخدمة النوعية. وأنتم بتعرفوا الطرف الصناعي طرف مؤقت وليس دائم، أي أنه بحاجة إلى إعادة تجديد كل سنتين ثلاثة، يتلف الطرف صحيح. مثل كرسي المدولب، مثل العكازة، بتلف. إذا نحن في 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 صدد خدمة مستمرة، فتوجيهات السيد الرئيس ورعاية السيد الرئيس طول الله عمره وأمد الله، إنه نحن نطور هذه الخدمة وأن تصبح على مساحة القطر، بحيث أن لا يعاني أو يتكبد الجريح مشقة السفر من المدن المحيطية إلى دمشق. لا، بيكون خدمته متاحة سواء كان سكنه بحمص أو ريف حما أو بلازقية أو بقرطوس أو مستقبلا في حلب. فهذا بالنسبة لموضوع الأطراف الصناعية وتطوير اللي صار في هذا المجال. لا، كمان في عنا شغلة مهمة مثل ما تفضلتي، أنه في عنا إصابات أدت إلى إعاقات حركية، وللأسف عدد هام، عدد هام ليس قليل نسبيا يعني. فتم إنشاء مشروع وطني اسمه مشروع جريح وطن صحيح. بشعار جريح وطن قادر ومتمكن تماما، برعاية السيد الرئيس والسيدة الأولى ومشاركة أطراف أمانة السورية وأطراف أخرى مع الجيش في رعاية الجرحى المصابين بعجز كلي، من خلال حزمة هامة جدا من الخدمات والمعونات المادية اللي ممكن تخلق فرصة في هذا والعمليات المجتمع. العمليات النوعية أيضا، العمليات النوعية نحن خلينا نكون صريحين، نحن بيجينا زائرين عن أصدقاء وعنا كذا، طبعا بيشوفوا عملياتنا الجراحية، بيشوفوا إنجازنا موجودة كمان. إنجازنا أحيانا بيقولك إنه نحن ما نقدر نسوي أحسن من هيك. فعلا أنتوا قدمتوا أحسن ما يمكن. في شواهد كتير، عنا شواهد كتير لحالات مثلا شظية بالدماغ أدت إلى حدوث خزل وغياب عن الوعي. نتفاجأ إنه انشالت الشظية من الدماغ، تم رعاية الجريح بعد شهر أو شهرين عم بيمشي. هذا شيء يعني ما راح أحكي عن المخاطر الطبية من اختلاطات من إنتانات ممكن أن تحدث تؤدي إلى يعني ممكن إنسان يوقع سقوط بسيط يؤدي إلى مشكلة دماغية عويصة. فكيف دخول شظية؟ فلولا في كفاءة، لو في مهارة، في التقيد بالأسس العلمية في الممارسة الطبية ما كان فيها النجاح يعني. أكيد دكتور، يعني قبل ما نختم أول شيء بدنا نقول، ما أنا ذكرنا مشفى حمل الوطني، كمان نقول للمشفى الميداني بسقلبية اللي قدم نعم. كتير نعم. من الجهود تشرين، كنا عم نتواصل معهم ببرنامج بين العسكر وجبهات الحياة، بنوجه لهم تحية. طبعا يعطيكم العافية. كمان بدنا نحكي عن الجهود المقدمة من قبل الخدمات الطبية بشكل سريع لجرح الجيش العربي السوري قبل ما نختم. نحن نرجع نحكي موضوع جريح الوطن. جريح الوطن برنامج جعنا بالإصابات اللي أدت إلى عجز كلي، شلل، عمى، بدأ أكثر من طرف،
حكينا عن البتور وأطراف الصناعية. نعم. بالنسبة لمرضى الشلل، جريح الشلل يخصص له دائما معونات دائمة. نعم. إذا افترضنا شلل طرفين سفليين، الله يشفيهم جميعا، يقدم له كرسي مدولب وكرسي حمام إضافة إلى فرشة هوائية، وتبدل بشكل دوري، تتلف تبدل بشكل دوري. شلل رباعي يخصص له دائما سرير طبي، كرسي كهربائي، رافعة إضافة للفرشة الهوائية وكرسي الحمام. هذه تجهيزات تقدم كحزمة للجريح. إضافة إلى ذلك، جريح الشلل عنده حاجات خاصة، يحتاج إلى حفاضات، يحتاج إلى أدوية مركنة، يحتاج إلى قصائر بولية اسمها بيكتاج. هذا البيكتاج يقدم له إلى داره، ما حدا بيجي أهله بيأخذه. نحن عندنا فرق زيارات منزلية تقوم بنقل هذا البيكتاج إلى دار المصاب أو الجريح، ويقدم له بشكل دوري كل شهرين. إضافة لهالشيء هذا، أي علاج، أي حاجة طبية، نحن نقوم بنقل الجريح من داره إلى المشفى، وبالعكس أيضا. هلأ دخلنا عن جديد كمان، معلش خلينا بس نوه، في بعض الجرحى متزوجين ما عندهم أطفال وعندهم شلل، دخلنا في الموضوع طفل الأنبوب. كل شريح عنده شلل وما عنده أطفال متزوج، نحن هلأ عم نعطيه فرصة طفل الأنبوب، لأنه هذا حقه أن يكون عنده ولد ويعيش حياة طبيعية. نعم. مثل أي إنسان في المجتمع. نعم. هذا نعم دكتور، يعني بدنا نشكرك كثير على وجودك معنا، ونوجه تحية لكل طبيب ضابط أيضا بالجيش العربي السوري. أنتم مثل ما قلتوا جسر الثقة بأركان الجيش العربي السوري والمداوات النفسية والطبية لهم. شكرا لوجودك معنا. شكرا لك سيادة العميد، ويعني وأنت عم تحكي نحن كلياتنا فخر بكل الإمكانيات. شكرا. اللي عم بتقدموها لأبطالنا. حكينا غير جزء صغير على فكرة، ولجرحانا ويحتاج الحديث إلى ساعات صراحة. أكيد كلنا فخر بكل هاي الإمكانيات برغم كل الظروف القاسية اللي مرت عليها سوريا والحصار الاقتصادي والطبي اللي فرض عليها. شكرا لك، ونتمنى لكم كل القوة بهاي المسيرة لحتى تضلوا عم بتصونوا أيضا أهالي جرحانا وأهالي أبطالنا. شكرا كثير، وكل عام أنتم بخير. وأنت بألف خير.